السلام عليكم، ازيكم يا اصدقائي؟ اهلا بيكم في فيديو شرح جديد بتكلم عن موضوع الارينا كوين، موضوع الارينا وسيستم الارينا الخاص بلعبه سيلك رود الاصليه. سيستم الاصليه معروف من زمان كارينا، وايه فايده الارينا؟ ممكن تلاقي سيرفر برايفت نفس السيستم او مزود شويه او مقلل شويه، بس في الاخر هيبقى السيستم واحد. الغرض منه ان انت تخش حاجه اسمها ارينا وتجمع منها الارينا كوين. طب بستفيد ايه بالارينا كوين في سلك رود الاصليه؟ بستفيد ان انا بجيب الاكسسوري. الارينا كوين بقدر اجيب بيها الاكسسوري من عند الام بي سي ارينا ايتم مانجر زي ده. اقدر اهو اجيب الشاينيز او اوروبي وبشتري الاكسسوري من ديجري، من اول ديجري 9 لحد ديجري 11. بعد كده من ديجري 11 بعمل بلس وبعمل لها ابجريد لديجري 12 وهكذا. فايدة الارينا من اول كاب ديجري 9 لحد كاب ديجري 11، ومن بعد ديجري 11 بعمل ابجريد لديجري 12. هتلاقوا فيديو على القناة طريقة الابجريد ازاي، لو حد عايز يعرف طريقة الابجريد من ديجري 11 ل 12 ممكن يراجع الفيديو اللي مكتوب في حرف الاي. الاكسسوري في حد ذاتها من الحاجات المهمة جدا في لعبة سيلك رود، ولبسك واهتمامك للاكسسوري الصن او الليجند بتفرق معاك جامد في قوة الشخصية والدفاع بتاعها. بيدي لك دفاع قوي جدا ان انت تبقى لابس اكسسوري ديجري عالي ومهتم بيها. ودي كانت حيلة بيعملوها بعض السيرفرات البرايفت لما بيبقى حد من صحاب الجيم مثلا ولا حاجة يجي يلعب معاك بي في بي، بيستغل ان البوت ما بيبينش هو لابس اكسسوري عامل ازاي، وتلاقيه مثلا مديله اكسسوري هاي بلاس مثلا بتساعد بتوصل لبلاس 255 الاكسسوري. فطبعا انت بتلعب معاه بتبقى معاك لبس احسن منه وتلاقي نفسك بتخسر لان الديفنس بتاعه اعلى منك بكتير. طب الارينا زي ما انتم شايفين بيجي رساله كده اهو، باتل ارينا راندوم ماتشنج كابشر ذا فلاج. مواعيد الارينا ثابته في سلك رود الاصليه، 8 وربع بدايه التسجيل و9 الدخول، 8 وربع الصبح و8 وربع بالليل بدايه التسجيل. وليها كذا نوع، في بيبقى نوع راندوم تسجل لوحدك، وفي بيبقى نوع وانت لابس الجوب، او نوع بارتي، او نوع جلد. وكل نوع فيهم بيبقى فيه حاجتين. شايف انا الحساب عندي سجل الارينا وانا معاكم كده اوتوماتيك، وخلاص رجع في الميعاد بتاع الارينا وسجل اوتوماتيك، وده سيستم ادفانسد شويه انا عملته، هديكم بدايته النهارده واشرح لكم تعملوا الموضوع ده ازاي اوتوماتيك. هديك بدايه الموضوع انت تعرف تعمل زيه ان شاء الله، ولو ما عرفتش انا ممكن اتيح السيستم ده لو حد تواصل معايا، لو حد حابب يشتريه. طيب نفهم موضوع الارينا ماشي ازاي. اول حاجه في الارينا لما تيجي تكلم الارينا مانجر وتدوس راندوم ماتشنج ارينا، ادي ارينا ريجستريشن بالمنظر ده، وبتعمل يا كابشر اوف ذا فلاج، يا اما النوع الثاني بيجي لك اللي هو اسمه سكور. كل نوع من الارينا اذا كان راندوم بيبقى ليه مره كابشر اوف ذا فلاج ومره بيبقى ليه سكور، وكذلك الجوب، وكذلك البارتي، وكذلك الجلد. انا عامل شيت مسجل المواعيد كلها بتاعه الارينا، مواعيد اليونيكات كمان حد حابب، ده في سلك رود الاصليه. دي مواعيد كل حاجه، كل يوم بيبقى ليه حاجتين زي ما انت شايف. مثلا النهارده الاثنين وانا بسجل الفيديو، فالنهارده 9 بي ام ارينا راندوم فلاج. تمام بسجل كابشر اوف ذا فلاج. دي الطريقه المانوال ان انا هاجي بحساب واسجل كابشر اوف ذا فلاج، دي اول طريقه. طب ايه تاني طريقه؟ تاني طريقه تعالى نعملها مع بعض. تاني طريقه هنروح لموقع البي اتش بوت وهننزل بلوجن اسمه اكس ارينا. بلوجن ده اكس ارينا بسيط جدا، هننزله وسكريبت بسيط بيتكتب الارينا والنوع بتاعها والنوع التاني بتاعها فلاج او سكور. تعال نشوف مع بعض هنبتدي نعمل السكريبت ازاي والبلوجن ازاي. هننزل البلوجن في الفولدر بتاع البلوجن، في الفولدر بتاع البلوجن، في الفولدر بتاع البي اتش بوت، هو هنا بي اتش بوت بلوجن، وهننزل اكس ارينا جواه، وهنبتدي نعمل ريلود للبلوجن لحد لما نشوف ان البلوجن الاكس ارينا لودد معايا. هعمل بروفايل جديد
بروفايل، بروفايل مثلا نيو ارينا ايا كان راندوم، اعمل بروفايل للراندوم مثلا، ده بروفايل للارينا راندوم. اعمل التالي، هطمن الغي بس اي تريننج اريا، اعمل تريننج اريا جديده. جميل، واطمن ان انا عامل اسكيب للتاون سكريبت، واطمن تاني حاجه ان هو ما بيعملش، ما بيعليش اي ستيتس وما بيعليش اي مايستريز. خلاص اعمل ريموف من هنا، ريموف من هنا، عشان لو نقلته لحساب تاني ما يعليش المايستري انت مش عايزه. انا بالنسبه لي كده جاهز السكريبت بتاعي. طيب هعمل ايه؟ هاجي وانا واقف في المكان اللي بنزل فيه في التاون، هدوس كلمه تريننج اريا كريت، هعمل ريكورد، بس همشي خطوه في الثانيه لحد الراجل بتاع الارينا مانجر. جميل، وصلت عنده، قام جاي دايس ستوب سيف، سمي السكريبت مثلا نيو ارينا راندوم، هاجي على السكريبت نيو ارينا راندوم، هزود عليه لاين صغير اسمه تالي زي ما كان مكتوب هنا، هكتب مثلا ارينا راندوم فلاج كده، هيخش يسجل الارينا راندوم فلاج. طب انا ممكن السكريبت ده استخدمه للارينا راندوم فلاج والارينا راندوم سكور. خلاص انا ممكن ازود لاين تاني كده اسمه سكور، فهو الاول هيروح هيجرب الارينا راندوم فلاج، لقاها هيسجلها، ما لقاهاش هيجرب الارينا راندوم سكور. وممكن نعمل لاين تاني كده اسمه ستوب وندوس سيف. طيب هاجي على البوت واعمل تشينج سكريبت واختار السكريبت بتاعي. بص كده هعمل كانسل من هنا، هاجي كده في المكان اللي انا بنزل فيه وهاجي على البوت وادوس ستارت، وهيمشي وهيحاول يسجل اهو، كتب لي في البلوجن ريجستر تو ارينا، كتب لي اهو راندوم ارينا ريجستر هاز بين كومبليت. هو كده مشى وراح للراجل بتاع الارينا ومسجل عنده اوتوماتيك. انت نفس الفكره، انقل كل البروفايل ده، انقله لكل الحسابات اللي عندك، والبروفايل ده مجرد لما هتدوس ستارت هتلاقي راحوا سجله من عند الراجل بتاع الارينا مانجر. انا عندي الحسابات اللي واقفه هنا دي جنبي، انا عملتها السيستم بتاعي الاوتوماتيك اللي انا كنت قايل لكم عليه ورجعت اوتوماتيك سجلت. طب ازاي بقى يبقى الموضوع اوتوماتيك معاك وانت بتلفل مثلا؟ افرض انت مش موجود، مش فاضي الساعه 8 مثلا، 8 وربع تسجل، وعايز ان انت ما تخسرش الارينا وتستفيد بيها باي نقط. مع العلم ان انت ممكن تخش الارينا لو كسبت بتاخد 5 نقاط في الارينا الراندوم والارينا البارتي، وسبع نقاط او سبع ارينا كوين في الارينا الجوب والارينا الجلد. فانا عايز استفيد مثلا بالارينا كوين حتى لو انا مش موجود، اخليه يسجل وياخد لي ارينا كوين ويعمل فارم ارينا كوين حتى لو انا مش الوقت بتاعي مش متاح. الموضوع بسيط زي ما انا كنت اشرح لكم قبل كده في الشروحات بتاعه البي اتش بوت، هيبقى عباره عن استخدام كونديشن، بمعنى ان انت هتيجي مثلا لو انت في اي مدينه تانية او بره المدينه، تعمل في البروفايل بتاعك الاساسي كونديشن. بص انا هعمل بروفايل تاني كده، لو هو ده مثلا البروفايل بتاعي الاساسي، هاجي هعمل كونديشن، هكتب مثلا كونديشن لو نوت داون داون هانج مثلا وادوس اد، والساعة هكتب مثلا التايم، الساعة دلوقتي 8 بالليل مثلا، يبقى اكبر او يساوي من 20 وربع، تمام، وأقل أو يساوي من 20:30 مثلا أو 20:40. لو اتحقق الكونديشن ده وأنت بتلفل في البارتي مثلا، تقوم جاي عامل حاجة اسمها ريتيرن تو تاون. بص أنا أول ما أدوس الكونديشن ده هيرجع المدينة. بص ضرب ريتيرن سكرول وهيرجع لي المدينة. يبقى أنا خلاص أنا قلت له في الميعاد ده ارجع المدينة وخليك في داون هانج. طيب هيجي بقى كونديشن التاني،
انا عندي البروفايل اللي لسه عاملينه اسمه نيو ارينا راندوم. طيب هاجي على كونديشن، هعمل كونديشن تاني. لو انا دلوقتي في الوقت ده وفي داون هانج، بقى المره دي مش نوت ان داون هانج، لا هكتب داون يساوي داون هانج، اعمل ايه؟ بروفايل، هاجي على كلمه بروفايل كده وادوس بيلد ونيو ارينا راندوم. لو اتحققت الشروط دي حول لي على البروفايل بتاع الارينا راندوم. انا المفروض الشروط متحققه، اول ما ادوس عليه كده اهو حول البروفايل لنيو ارينا راندوم. طيب خلاص، انا خلاص بقيت دلوقتي في البروفايل الجديد، حولني على طول البروفايل اللي هو مظبوط ان هو يسجل في الارينا. طب عايز اشغل البوت وانا دلوقتي في المدينه، واقف في المدينه، عايز اشغل البوت عشان يسجل ارينا. ببساطه هعمل كونديشن في البروفايل ده ان انا لو في داون هانج وفي الوقت ده اعمل ستارت بوت. فين ستارت بوت؟ فين ستارت بوت؟ طيب بص كده، المفروض بوت ستارتد اهو، بوت ستارتد، وهيرجع يسجل الارينا كوين. هو طبعا عشان مسجل قبل كده فقال لي يو ار اوريدي ريجستر. طيب تمام، انا دلوقتي سجلت وهيخش الارينا وانا مش موجود. عايز بعد ما يخلص الارينا يرجع تاني البارتي بتاعته. كده ما قدمناش غير حل واحد، ان احنا نعمل له ديسكونكت بعد الارينا عشان المانجر يرجع يفتحه على البروفايل الاساسي بتاعه. هيتعمل ازاي الموضوع ده؟ هاجي اكتب لو التاون داون هانج، وانا عارف ان الارينا بتخلص 9:30، فهعمل 9:21. لو التايم بتاعي 9:21 دقيقة، اعمل لي ديسكونكت. خلاص انا الكونديشن بتاعي جاهز، اول ما التايم هيلاقيني في داون هانج بعد ما خلصت الارينا والساعة 9:21 دقيقة، هيعمل لي ديسكونكت وهيرجع يفتح المانجر بالبوت البروفايل الاساسي بتاعي وهيروح يلفل. الموضوع هيبقى اوتوماتيك بالمنظر ده. انت لو عرفت المواعيد وظبطت عملت كذا بروفايل، اعمل بروفايل للارينا راندوم، للارينا جوب، للارينا بارتي. مش هينفع للارينا جلد، يعني خلي موضوع الارينا جلد، لان الارينا جلد لازم هتحط بايدك اللعيبة اللي هيتسجلوا. طيب ادي موضوع الاوتو ارينا لو انت عايز تظبط حساباتك اوتوماتيك. بص كده الساعة جت 9 والحسابات دخلت بالارينا راندوم، ادي 4 حسابات في الفريق، وعندي باقي الحسابات. طبعا الحسابات دي كلها بتاعتي، وعندي حسابات تانية زي الحساب ده او الحساب ده في الفريق التاني. فانا قدامي 8 حسابات، 4 ضد 4. لو انا مش موجود الحسابات دي دخلت اوتوماتيك، فالارينا هتخلص درو. درو بالنسبه لهم الاثنين هيخسروا، فالاربعه دول هياخدوا كل حساب فيهم هياخد 1 ارينا كوين، والحسابات الثانيه 1 ارينا كوين، فاجمالي 8 حسابات 8 ارينا كوين. انما لو انا موجود ببساطه كده اي حساب فيهم لو فتحه كلاينت هاخد الفلاج كده بالمنظر ده واحطه في المكان بتاعه، هيتحسب لي النقاط بتاعت الارينا فلاج اهو بالمنظر ده، معايا 1000 نقطة. انا بالنسبة لي لو الارينا خلصت بالمنظر ده كمان 20 دقيقة 18 دقيقة فاضل، هكسب وهيجي للاربع حسابات كل حساب فيهم 5 ارينا كوين. طبعا الفلاج في الارينا فلاج ان انت بتوصل الفلاج وبتحطه مكانه بيديك 1000 نقطة، ان انت بتقتل شخصية بتديك نقطة واحدة. يعني ممكن نوري الناس اللي مش عارفة ايه اللي هي الارينا فلاج النظام النقط ازاي. ايه ده اهو، هنفتري على الحساب ده اهو، بقيت 1001 نقطة. الارينا السكور مختلف، الارينا السكور بيبقى عندك وحوش نفس الليفل بتاعك بتبقى موجودة بره، بتروح بتقتل فيها. الوحوش النورمال مثلا بتدي نقطة، الوحوش الشامبيون بتدي 3، الجاينت مش عارف بيدي 5، وهكذا. يعني كل نوع وحش بيدي لك نقط، وبرضه ممكن تضرب الفريق اللي قصادك بتاخد عليه نقط. ده باختصار موضوع الارينا، وادي من جوه الارينا. المفروض ان انا لما اخلص وتيجي الساعة 9:30 ودقيقة زي ما انا كنت عامل 9:21،
هيجي هيعمل حساب ديسكونكت وهيرجع يفتح من المنشر. هذه الارينا خلصت وجالي ارينا كوين، 5 ارينا كوين لما جت اول ما خلص التايم، وبسرعه هيعمل لي تليبورت على المدينه في الحاله الجديده بتاعتي داون هانج. وطبعا انا مستني الكونديشن يحصل لما تيجي الساعه 9، انا عاملها هنا 22 دقيقه يجي لي ديسكونكت. فاول ما تيجي الساعه 9 22 دقيقه، انا عندي دلوقتي الساعه 29 دقيقه، كمان دقيقتين هيحصل ديسكونكت للعبه ويرجع يفتح من البروفايل الاساسي بتاع المنشر. جت الدقيقه 22 دقيقه اهو الكونديشن اتحقق وعمل لي ديسكونكت للبوت وهيرجع يفتح تاني. ادي البوت اهو ديسكونكت وهيرجع يفتح تاني على البروفايل الاساسي بتاعي، وهيروح يضرب في الوحوش بتاعته عادي خالص، الموضوع كله هيبقى اوتوماتيك. في معلومه تانية هنقولها بالبق كده عشان النشر تبقى خاصه بالناس العرب، تبقى عارفه اللغه بتاعتي وعارفه الموضوع ايه. التجار بيشتغلوا ازاي؟ التجار ما بيشتغلوش بالطريقه دي. كل الطريقه اللي فاتت دي طريقه ليك انت هتجمع بيها ارينا بسرعه. في طريقه تانية بس محتاجه جهاز امكانياته احسن، ومحتاجه ان انت بس ايه تبقى خبره اكتر. ايه هي؟ لازم تبقى فاهم ان تسجيل الارينا في الارينا الراندوم والارينا الجوب لازم كل شخصيه تسجل لنفسها، ولازم تكون فوق الليفل 40. طب بالنسبه للارينا البارتي والارينا الجلد، الارينا البارتي ماستر البارتي بس اللي هيسجل. طب الارينا الجلد، ماستر الجلد هو اللي هيسجل. هنا الناس التجار او الناس اللي بتشغل دماغها شوية شغلوا عقلهم في الموضوع ده وعملوا ايه؟ بقى بيعمل مثلا 6 جلدات، مثلا بيعمل 6 جلدات وكل جلد فيها حساب فوق الليفل 40، وباقي الجلد 15 حساب ليفل 1. طب ليه ليفل 1؟ في قاعدة في اللعبة في سيلك رود، حسابات من ليفل 1 لحد ليفل 20 لو مش VIP مش هيجي لها ديسكونكت، هتفضل واقفة في اللعبة غالبا بتقعد حوالي 8 ساعات عشان يجي لها حاجه اسمها فورسد شوت داون. لو دخلت بحسابات مش VIP فوق الليفل 20 هيجي لها ديسكونكت، نص ساعه بالكتير، ساعه بالكتير هيجي لها ديسكونكت. فمعظم الناس بيعملوا جلدات، بيدخلوا 15 حساب ليفل 1 في كل جلد ويسجل بالماستر بتاع الجلد. اضرب بقى 15 في 7 كام؟ طبعا الجلدات دول 3 جلدات بيقابلوا الثلاثه اللي عنده. المهم ان كل الجلدات عنده مش هتكسب، في جلدات هتاخد السبع ارينا كوين لكل حساب في 16، وفي جلدات هتاخد 2 ارينا كوين. طبعا مفروض يخش له في 500 ارينا كوين في الميعاد الواحد، وعندك 4 مواعيد ارينا جلد. جميل جميل. الحاجه الثانيه برضو اللي ممكن تساعد الارينا بارتي، الارينا البارتي بيعمل مثلا بتعمل بتدخل حوالي 50 حساب ليفل 1 وبتدخلهم بارتي مع شخصيات ليفل فوق الليفل 40، وبتسجل بالبارتي ماستر فقط. دي حاجة لو انت عندك امكانية تفتح حسابات كتير زي كده. انا عامل مثلا فولدر للارينا ومانجر ليه كده مخصوص، بص المانجر ده فيه حوالي 4 جلدات، 16 في 4 حوالي 64 حساب. دول قبل ميعاد الارينا جلد مثلا ب 12 ساعه او 10 ساعات ابتدي ادخلهم اعمل لهم ستارت، بيخشوا حوالي بعد ساعتين ثلاثه بيفضلوا موجودين اونلاين وقت الارينا. ادي كام؟ ادي ارينا 1، جلد 1، جلد 2، جلد 3، جلد 4، وهكذا. كل دي حسابات بفتحها ساعه الارينا جلد وبدخلها جلد وبتخش الجلد ارينا. دي طريقه الناس برضو لازم تبقى عارفاها. انا كده خلصت، اتمنى اكون الناس استفادت بالكلام اللي بقوله. انا ما خبيتش معلومه، انا اديتك بدايه الطريق ان انت تعمل سيستم اوتوماتيك. السيستم ده مفيش حد شفته شغال بيه، وانا تعبت جدا عبال ما عملت السيستم ده ووصلت للطريقه الناجحه دي في موضوع الارينا اوتوماتيك بالبلوجن. والموضوع التاني بتاع الارينا جلد ده معظم الناس شغاله بيه، ارينا جلد والارينا البارتي. انت معاك الاثنين، شوف ايه اللي يناسبك فيهم، او حتى اعمل الاثنين واشتغل بالموضوعين مع بعض، وجمع الاكسسوري بتاعتك في اسرع ما يمكن، خصوصا في السيرفرات اللي بتبقى لسه فاتحه، زي مثلا في شهر 1 هيفتح يوم 17/1 سيرفر جديد في الاصليه. بسرعه اشتغل واعمل كاركترات للارينا عشان تجيب الاكسسوري. الاكسسوري في بدايه اي سيرفر بتتباع برقم، بتتباع بفلوس محترمه، ممكن تعمل منها مبلغ، تعمل منها
تكسب فيها فلوس كويسة. استاذنكم اخر حاجة، ادعموني واعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، واتمنى ان انا اكون بفيد الناس بجد وبنقل لها معلومة تستاهل. شكرا واشوفكم على خير، وعايز اشوف رأيكم في الفيديو ده في الكومنتات. شكرا.